امبارح كان عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بيمبو على شاهد في آي بي، ومن بعدها أحمد مالك نشر صورته من أحد المشاهد بالمسلسل وعلق عليها جزء تاني يا شاهد ولا إيه؟ وبدورها صفحة شاهد الرسمية على إنستغرام ردت بطريقة فني على تعليق أحمد وكتبت قل لنا الأول ناوي تجيب كيتو للحاجة ولا إيه؟ رغم أنه المسلسل حقق نجاح كبير عند الجمهور، ولكن لهلا مصادر شاهد بتقول ما في أي رؤية واضحة حول وجود جزء ثاني. وطبعا إذا تغير أي شيء بالخطط بالنسبة لهذا الموضوع، تريندينج رح يكون أول من رح يخبركم. مسلسل ثاني على شاهد بينطلق عرضه بالساعات القليلة المقبلة، وهو مسلسل سجون الهاجري المنتظر هروب اللي سبق وحكينا عنه وعرضنا لكم كواليس البوستر وكواليس العمل. ومبارح شاهد نزلت تيزر جديد لتحمس الجمهور على متابعته. ألو، كل عام وانت بخير. عجبتش المفاجأة ولا؟ وايد حلوة على فكرة، ترى للحين ما خلصت المفاجآت. شنو في بعد؟ مكانتي وايد تحبينه، مو بس تحبينه، عندك وايد ذكريات حلوه فيه. انت من صدقك تتكلم؟ الف مبروك. بنتك المصور ذبحت عشيقها ونحاشت. مو انا اللي قتلتها. خليني اساعد، لا تخليني اتدمر. مشغول بالي على ميرا، لقيتوها؟ بنتك بتكون عندك الليل. هلا هلا هلا، واخيرا. تعبت من الهروب، لازم أواجه. مسلسل هروب مثل ما سبق وخبرناكم هو من إنتاج شركة إيجل فيلمز للمنتج جمال سنان